السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. التجارة طحين الحصة التموينية من أجود الأنواع وخزينه يكفي لنهاية 2022. أكدت وزارة التجارة وجود خزين من الطحين يكفي لسد حاجة المواطنين حتى نهاية العام الحالي. وفيما أشرت مشكلة تتعلق بتسلم المواطنين حصتهم من الطحين، أعلنت إعداد خطة استراتيجية سيتم تنفيذها فور توفير التخصيصات المالية. وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون إن وزارة التجارة ملتزمة بعقد وآليات التجهيز ضمن السلة الغذائية، لافتا إلى أن طحين الحصة التموينية من أجود أنواع الطحين، ولدى الوزارة خزين جيد يكفي لنهاية العام الحالي. وأضاف أن الوزارة تعمل على ضخ كميات من الطحين الصفر من خلال التنسيق مع القطاع الخاص والسيطرة على السوق التجارية، بالأضافة إلى أنها تعمل على تجهيز كميات كبيرة ضمن السلة الغذائية. وعن ارتفاع أسعار الطحين، أكد أن ارتفاع الأسعار في الأسواق موضوع طبيعي قياسا بارتفاع أسعار الحنطة في السوق العالمية وأزمة الغذاء، مردفا بالقول لكن تبقى السوق العراقية الأرخص وهي مليئة بالطحين من جميع المناشئ، أضاف إلى مناشئ وزارة التجارة. وأشار إلى أن الوزارة تواجه مشكلة في عدم تسلم المواطنين مستحقاتهم مما يخص الطحين، إضافة إلى أن كميات كبيرة من الطحين التي تجهزها وزارة التجارة تذهب إلى السوق التجارية كون أغلب المواطنين لا يتسلمون حصتهم، مبينا أن الوزارة حددت مدة 50 يوم لتسلم الحصة من الوكيل كونها تتعرض للتلف، ودعا المواطنين إلى تسلم حصتهم من الطحين، مؤكدا أن الوزارة ضخت كميات في السوق المحلية بما يقدر من ربع الحصة الشهرية، وأسبوعيا هنالك 20% من الحصة لخلق حالة من التوازن ولتجهيز مواد الطحين بشكل سهل وشفاف. ولفت إلى أن الوزارة أعدت خطة استراتيجية وفقا للمناشئ العالمية الرصينة، وننتظر التخصيصات المالية من وزارة المالية، مبينا أن المالية وعدت بمبلغ 200 مليون تطلق الأسبوع الحالي أو المقبل لشراء كميات من الحنطة، وعرب عن أمله في سد حاجة شهر كانون الأول والأشهر الثلاث من العام المقبل من خلال الخزين استراتيجي وفق ما أقره قانون الأمن الغذائي.